المتجهة جوج ناقص ثلاثة ناقص أربعة، جوج ناقص ثلاثة ناقص أربعة، وهذه الإحداثيات خاصة نضربوهم في المتغير تي. دونك في تي في تي في تي طبعا الحالة لكن زائد. دونك المعادلة هي دونك هي هذه اللي نقدروا نكتبوها x تساوي جوج زائد جوج تي، y تساوي ثلاثة ناقص ثلاثة تي، و z يساوي ناقص واحد ناقص أربعة تي. وبطبيعة الحال تي هو متغير حقيقي ينتمي إلى R. إذن هذه هي المعادلة البارامترية ديال هذا المستقيم. الوغ اشنو كيعني هذا التي هذا اللي كنخدمو به بحال هكا؟ اون فيت تي كل قيمة ديال تي عوضنا بها كتعطينا نقطة كتنتمي للمستقيم. نكتبها كلما عوضنا تي بعدد قيمة سنجد إحداثيات نقطة تنتمي إلى المستقيم D. هذا هو المستقيم D. يعني مثلا نجي لهنا وناخذ تي تساوي واحد ونعوض في هذه المعادله، شنو غادي تعطينا؟ تعطينا اكس تساوي جوج زائد جوج في واحد، جوج في واحد هي جوج زائد جوج هي اربعه، ايغريك تساوي نعوضو تي بواحد، واحد في ناقص ثلاثه هي ناقص ثلاثه، ثلاثة ناقص ثلاثة هي صفر. نعوضو تي بواحد عطاتنا ناقص ربعة في واحد هي ناقص ربعة، ناقص ربعة ناقص واحد هي ناقص خمسة. إذن شنو غنستنتجو؟ غنستنتجو أن النقطة إن ذات الإحداثيات أربعة صفر ناقص خمسة تنتمي إلى D. وبنفس الطريقة نأخذ T يساوي جوج نعوضه هنا غيعطونا X Y Z، وغادي نقول هذه نقطة ثانية أخرى تنتمي إلى المستقيم D. يعني إلا عندنا هذه المعادلة هذه فقط T هو متغير، اش ما خدينا من عدد بالنسبة ل T كنقدروا نحسبوا X و Y و Z في نفس الوقيته، وكيعطونا نقطة كنتمي إلى هذا المستقيم. أوكي، ألوغ نشوفو دابا معادلة ديال مستوى. غادي نشوفوها اللي هي معادلة، ألوغ في هاد الحالة غنعطيو معادلة ديكارتية هي الأولى، ديكارتية اللي مستوى الوغ باش نعطيو المعادلة ديكارتية لمستوى غادي خصنا نرسمو هاد المستوى باش يبان لينا شنو كنديرو. راه مستوى كنرسمو بحال متوازي أضلاع ولكن كنتخيلوه اون تروا ديمونسيون بحال ورقة اون تروا ديمونسيون. الوغ باش نعطيو المعادلة ديكارتية لمستوى خصنا نعرفو على الأقل واحد المتجهة ان منظمية على هذا المستوى، منظمية يعني عمودية على هذا المستوى هذا. وغادي خصنا أيضا نلقاو واحد النقطة أ تنتمي إلى هذا المستوى. دونك غادي نعطي المعطيات هما الأولين N
الوحدات الإحداثيات A, B, C منظمية على المستوى B. Alors, إلا عرفنا هادي كنخرجو النص ديال الخدمة يعني النص ديال المعادلة الديكارتية دانك عطاونا A وعطاونا B عطاونا C إذن المعادلة ديال هاد المستوى هذا غادي تكون هي A X زائد B Y زائد C في Z زائد D تساوي صفر يعني هاد ال A اللي هنا, هنا هو هاد ال A اللي كاين هنا ال B هو هاد ال B و C هو هاد العدد C اللي عندنا هنا الوغ D ما كنعرفوش حنا غادي نحسبوه دابا دونك هادي هي المعادلة الديكارتية ديال المستوى بقى لينا نخرجو هاد D هذا باش نخرجو الدي كنستعملو النقطة التي تنتمي إلى المستوى ألوغ شنو كنقولو كنقولو A ذات الإحداثيات X A Y A Z A تنتمي إلى المستوى B المستوى B ألوغ شنو كيعني هذا كيعني أن الإحداثيات ديال هاد A كنقدرو نعوضوهم في هاد المعادلة هادي دونك نعوض إحداثيات A في المعادلة نجمة ونوجد العدد D يعني هذا العدد هذا اللي في الأول هنا ما كنكونوش كنعرفوه دونك عندنا دو زيتاب باش نخرجو معادلة ديكارتية كناخدو المتجهة المنظمية N كتعطينا A و B و C وكيبقى لينا D كنكتبوها بحال هكا زائد دي يساوي صفر ثم كنجيو كنقولو النقطة A تنتمي إلى المستوى B نعوض إحداثيات A في نجمة ونوجد العدد دي ناخدو مثال دونك مثال أعطي معادلة ديكارتية للمستوى المار من نقطة A ذات الإحداثيات واحد 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 بحيث المستوى نسميه المستوى B نبدلو B نسميه Q بحيث المتجهة N ذات الإحداثيات واحد ناقص واحد ثلاثة منظمية على Q عطونا النقطة عطونا المتجهة المنظمية دونك نقدروا نطبقوا الخاصيه ديالنا دونك اولا نبداو بالمنظميه غادي نقولوا لدينا ان واحد ناقص واحد ثلاثة منظميه على كيو اذن معادله هي دونك غادي نديرو A في X زائد B Y زائد C زائد زائد D دونك غيعطينا A اللي هو واحد
واحد في x b هو ناقص واحد إذن ناقص واحد y زائد c في z يعني زائد 3 في z وبطبيعة الحال خاصنا نزيدو الثابتة d يساوي صفر يعني عندنا هنا هو x ناقص y زائد 3z زائد d يساوي صفر ولكن d ما كنعرفوش مي غادي نجبدو من هاد النقطة هادي اللي عطاونا غادي نقولو a تنتمي الى المستوى q إذن إحداثياتها تحقق معادلة المستوى Q دونك غادي ناخذ هاد الإحداثيات هادو نعوضهم هنا ونشوفوا واش غيعطينا الوغ نعوضهم غنعوضوا X بالأفصول Y بالأرتوب و Z بالأنسوب دونك غادي يعطيونا 1 ناقص 1 زائد 3 في 1 زائد D ما كنعرفوش يساوي صفر 1 ناقص 1 مشاو قالينا 3 زائد 3 في 1 هو 3 دونك 3 زائد D يساوي صفر إذن D يساوي ناقص 3 احنا لقينا العدد D نقدروا دابا نعطيو المعادلة الكلية ديال المستوى Q إذن معادلة المستوى Q هي هذه وغادي نعوضو دابا دي بالقيمة ديالها دونك هي X ناقص Y زائد 3 Z دي سالب إذن غادي نعوضو بالقيمة ديالها ناقص 3 يساوي صفر وهذه هي المعادلة الديكارتية ديال المستوى Q كنكتبوها بحال هكا Q entre parenthèses 2 points وكنعطيوها دونك خرجنا دابا المعادلة الديكارتية لمستوى الوغ عندنا المعادلة الديكارتية ديال المستوى عندنا أيضا معادلة بارامترية لمستوى نشوفوها حتى هي معادلة بارامترية لمستوى يعني فيها البارامتر اللي قلنا هو داك ال t الوغ باش نعطيو المعادلة البارامترية شنو غادي خصنا الوغ غادي خصنا جوج المتجهات ونقطة يعني إلا عندنا هذا هو P غادي خصنا متجهة U غادي تخصنا متجهة V اللي كينتمي لهذا المستوى P وغادي تخصنا اون بلوس واحد النقطة A الوغ دونك نعطيو المعطيات نقولو U ذات الإحداثيات A B و C و المتجهة V ذات الإحداثيات A بريم B بريم C بريم هما متجهتان ضمن المستوى